قاعد سعلوية على المخيخ. جوابي هو المخيخ. والمخيخ هي إجابة صحيحة. أمك قسما بالله إذا بتسعى المرة ثانية. بس قريب. برافو أستي. شكرا. لا بقى تغشوا. ما في غش على فكرة. أنا حللت السؤال. أنت والمتابعين شافوا. كيفك أنت والطابة؟ كرة القدم يعني ماشي حالي منيح. بحبها كثير أنا بحس. إيه. ما هي الدولة التي فازت بكأس العالم بسنة 2010؟ 2010 انت حضرت كل 2010. المباريات. هل هي فرنسا؟ لا. برازيل؟ لا. اسبانيا؟ يس. ام المانيا؟ هي اسبانيا لانه وقتها بتعرفي لاعبي المفضل ايكر كاسياس هو اللي حمل الكاس. للاسف لا مستحيل. المانيا ما فازت ب 2010 واسبانيا هي اللي كفو. فازت. يعني جربي على سؤال ثاني. ايكر كاسياس لاعبي المفضل. بس انت كيفك مع اللغه العربيه؟ حلو. هلا حتقلي اعرب التالي اعرب ما يلي اعرب. لا عم تمزحي صح؟ عم تمزح. اه اوكي. ما جمع كلمه هلال؟ هلاله اهله هلهلا هلايلز. هلايلز. شو هي هلايلز؟ يعني في اس بالاخير جمع هلايلز. لا مو هلايلز اكيد. اهله. بس خايف اقول لك اهله ومخرب عليك الفيديو وينتهي الفيديو. عادي ما تاكل هم. اهله. حقول اهله. وفر لي مصاري. حقول اهله. اوكي حقول اهله. توقعت نطول اكثر. لا عم تمزحي. بس رح نطول اكثر لانه اهله هي جواب الصح. بتصدقي هذا اسهل من غيره. اسهل من سؤال على فكره هالبرنامج كثير. انا انا بغلط بعتذرني حكيت عنه برنامج تافه بس هذا كثير بفيد الناس معلومات والله. البحار صار لك ساعتين عم تحسب برو. وترتني. عاملي علي اجواء جوا. ايه مو طبيعي وترتني. السؤال التاسع بيقول شو بيقول؟ كم مره سرقت لوحه الموناليزا؟ ثلاث مرات مرة مرتين أو 13 مرة. مشكلة إذا بنقول 13 مرة حيكون في شيء جدا غلط. مرة مرتين وثلاث مرات هدول اللي قاعد عم بلعب عليهم هلا. بس المشكلة إذا بحذف إجابتين خايف تخلي لي ثلاث مرات مرتين. نحن نكون معك كريمين. صراحة مستحيل لو أقعد شهر مستحيل أحذف. أوكي أوكي حستعين بخبير. ليش جيبونا خبير؟ بستني. بس قبل بدي يكون أنا لو علي بقول مرتين. ممكن الخبير بليز نحكي معه؟ حيجي خبير؟ إيه. مين حيكون خبير؟ بليز الخبير؟ أو هذا الخبير؟ عندك مستر ضفدوعة. هذا ضفدوع؟ I think so. شو الخبير مستر ضفدوع؟ هذا الخبير. فيك تسأله كم مرة سرقت لوحة الموناليزا؟ أنا حاير وين أضمها؟ فرحة الحزن بقلبي يمقى. أوكي الإجابة هي اثنين. إجابة هي مرتين؟ لا اثنين. يعني جواب مرة يعني ضفدوع. هلأ هذا كان صوتك على فكرة بالغناء؟ ايه كثير قوي نو. واو ضروري ضروري تعملي لك شي 2-3 ألبوم. ضروري جدا. لا أكيد مرة هو خبير قال هو خبير أكيد صح؟ ايه ايه. اوكي مرة. في مرة هي الإجابة الصح. برافو أوسي. شكرا خبير. زدت. آخر سؤال وإذا بتجاوبه صح بتربح 500,000. بليز جاوبك. ولسه معي ساعتين وسيلتين. اوكي انا جاهز يلا. كيفك مع الاغاني؟ لا اسوأ شيء. اكمل اغنية شيرين التالية. مشاعر عندك هلا اربع احتمالات. تشاور وصلوني تودع تسافر او مشاعر تودع لا تشاور او مشاعر. انا اغني لك مشاعر. نايم بدي الاعلان هلا. مشاعر تسافر. لا اكيد لا القافيه مو ظابطه. اوكي لان الواحد مشاعر تشاور عم تشاور مشاعرك بعدين بتودع بعدين بتسافر. مستحيل تسافر بعدين تودع. شو رايك انا وانت نعمل؟ يلا يلا جاهزه. مشاعر تشاور تودع تسافر. واو وقف على فكرة وقف شو وقف شعر ايدي. شكلنا حنثبت على جواب رقم واحد. منثبت على جواب رقم واحد. مستحيل غلط. مستحيل غلط. إجابة صحيحة. فيني فهمنا رين ليش وقفتي علي؟ في شي غلط؟ هلا عم بلعب بأعصابك. فيني فهمنا رين ليش كثير كيوت بالفيديو؟ ما بصير رامي وينك؟ فلوس لك. ايه ايه وقف هلا. انت خمس اسئلة بتفصلك عن المليون. انا رضيع ب 500,000. بدي 500,000. لك لا بدك تنسحب. لك تغيرت الإضاءة. طلعوا لي هالحركات كلها تفرجوني اياهم. والله أجواء. طب تخيلي ما وصلت للعشرة ما كنتي ورجيتينا الأجواء هذه. ما كنت. في عالم ما شاف الضوء الأحمر. والله. أنت إنسان كثير بحب السفر. إيه أعطيني السفر. إيه. ما هي جنسية ابن بطوطة؟ لا ما شاء الله. سوري؟ إيه. مغربي؟ إيه. عراقي؟ إيه. أم يوناني؟ هلا هو ابن بطوطة أكيد ما حيكون يوناني.
شكلك بدك يعني استخدم الوسائل المساعدة. استرستي صراحة، أنت وصلت لسؤال 11 يعني ما بدك تخاطر. يطلع سوري بعدين؟ من حلب. لا عن جد داي من حلب. يا الله يا الله، هي كلمة بنجان مجعجع باللبن، منين جابوا لنا إياها؟ أوكي أوكي أوكي، هستعين بصديق. نستعين بصديق، بس مين بدك تختار كصديق؟ هستعين بصديقي حبيبي ابن خالتي إم كي الغالي. معنا هلأ على الخط إم كي اللي هو ابن خالة أسامة. مرحبا إم كي. هلا والله. معك نارين عمارة من التلفزيون اليوتيوب نارينز بيوتي. نارين؟ إيه؟ كيفك شو اخبارك؟ حبيب قلبي هلا بيروح لي الوقت. لا مشان الله معك 30 ثانية وأسامة اختارك لحتى تجاوب على السؤال وتساعده. أوكي. كم ثانية معي؟ 30 ثانية تستارت. ام كي مرحبا، كيفك شو اخبارك؟ شو اخبارك؟ ان شاء الله خالتي كيفها؟ ان شاء الله تمام الحمد لله. شو افطرت اليوم؟ والله افطرنا اكل طيب. كيف الفيديو عملت له اديت؟ كله. ويعني انا واجهني سؤال بيقول ما هي جنسية ابن بطوطة؟ خيارات عندي سوري. جنسية ابن بطوطة بدون مدل يعني. شو هي؟ مغربي؟ مغربي مغربي. اوكي والله انا هيك كنت حاسب. انت متاكد بنسبه 100%؟ يس يس متاكد 100. قطع الخط. قطع الخط. الخط. تسأب ام كي يقول لك انه هيك معلومه؟ هلا هو شوف يقول لي اياها بسرعه فبحسه بس يعني مغربي. حيتاكد لي اذا متاكد 100% ولا لا، بس قطع الخط علينا. حامشي معه، حقول مغربي. قول يا رب. فيني اكد لك انه ابن بطوطة ما كان سوري. اوكي قولي ما كان عراقي وما كان يوناني. لا 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 كان مغربي. بطل ام كي. ام كي ابدعت. شكرا ام كي، يعطيك العافيه. شكرا. بس بونس اكيد بونس. عمل جوجل 100%. بعرف معلوماته بالعاده يعني. معك 3 اسئله بتفصلك عن المليون. مليون شو لا ما قلتي. السؤال رقم 12 بيقول اوكي ما هو لقب اللغة العربية؟ لغة الضاد. قبل ما اشوف الاجوبة كفو. تعرفي ليش؟ اللغة الوحيدة اللي فيها الضاد. ما حدا وصل لهون لهلا صح؟ ديسان وصلت لهون. وصلت لك. احنا صرنا 13 هلا. هلا 13 ما حدا وصل. ما حدا وصل 13. نو نو نو. اوكي. سؤال رقم 13 على المليون بيخسر. ما هو مسقط رأس كليوباترا؟ يعني بدك البلد للمدينة؟ اللي بدك اياه. والله. مصر؟ ايه. اليونان؟ ايه. المغرب ام رومانيا؟ مصر. رومانيا. هو اي شيء تاريخ دائما بنروح على مصر واليونان، بس رومانيا جاي غلط هيك. ما بحس نارين بتفكر برومانيا لما تصحى. انا باكد لك ما فكرت. جوجل فكر. جوجل اعطاك الخيارات كمان. كليوباترا حسن تعون مصر. حاسس انه كان كنت بعرف ناس مصار بكندا، كانت واحدة من البنات اسمها كليوباترا اتوقع. وما حتكون كليوباترا وهي يونانية. كانت حكم حاكمة بالمصر. وين كانت حاكمة؟ بالمصر. باليوم مصر. وين؟ ها عم تلعبي علي ولا انا ولا انا لقطك؟ لا 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 لا. طب اوكي اذا حذفتي شخصين حتتركي لي مصر او اليونان؟ موافقه؟ موافقه موافقه موافقه. ما حتتركي لي هون مع بعض؟ والله ما رح اتركهم. بليز حذفوا له اجابتين. بليز بليز خلصوني. اعطيك 5 مليون. حذفوا لي اجابتين. يونان. حذفنا اجابتين لانه ضل اليونان ورومانيا. خلي يطلع رومانيا. لا خلص اليونان. اليونان اذا بدي امشي بدي امشي. خلص شو بدنا نعمل؟ خلص اليونان. بوس ايدك. من وين هي؟ من وين هي؟ مسقط راسها يونانيه. هي مسقط رأسها اليونان. اوكي. ومش من مصر. بعدين راحت لمصر. راحت. شفتي؟ حسيت. السؤال ما قبل الأخير. بتأبدأ. عم بس بالله سؤالكم منطقي. لا تقلي لي كم نجمة في بالسماء لما نزل السيلاوي. هذا السؤال كتير منطقي. ماشي يلا. كم عدد محاولات الاغتيال التي تعرض لها الزعيم الكوبي فيدل كاسترو؟ 3 مرات، 5 مرات، 337 مرة. هذا بيخسر عليه. حرام. توفي في اول محاولة. والله لو شو 637 مرة. كاسترو معروف ما كانوا يحبوه. 137 مرة. 637 مرة. هلا ممكن لانه هو كان كثير يعني كان كثير عامل لهم مصايب. يا الله. اماني بس قول اي جواب بدك اياه. خلص تضرب. لزقت ما لزقت. سو بنودع الملاعب. سو خمسة. حقول 5 محاولات. بعدين مودع الملاعب. فيدل كاسترو الزعيم الكوبي. فيدل كاسترو. الله. تم اغتياله. محاولة اغتياله. محاولة اغتياله. ايه. 5 مرات. الله. جد 5؟ هاد كان جوابك. لا لا تقولي اياه. بس هو تم اغتياله 637 مرة. وما مات القرد. ليش لعبت؟ ليش لعبت بأعصابي؟
عنا خبر منيح انك انت لقلت بحث 500,000 سو معنا هون تشيك لازم نكتب لك يا لايف. 637 مره حاول يحاولوا يقتلوه. انا بدي اعرف مين حسب بتفوز معنا 500,000 شو صحيح ما قلتي ليره ليره شو ليره لبنانيه سوريه شو اللي الليره وانا بصرف لك ليره يعني. ليره أردنية. أردن مو ليرة. بلا. دينار. بس بسموها ليرة. نو بسموها دينار. والله بسموها ليرة. أنا قلت ليرة. أنا شو بالنسبة لبرنامجك حرام إنه ما في برنامج إذا بده يلعبوا مسابقات ما في برنامج بيوصل للمليون. أتوقع الحلقة الأخيرة يوصل الشخص للمليون فيها. أتوقع. فنايس حبيت هذا البرنامج. أنا الصراحة أنا عن قصد إنه حكيت تافه بس بالحقيقة برنامج هذا كتير واقعي يعني الناس اللي حتشوفه حتصير إنه تأخذ معلومات أكثر تستفاد منه أكثر. فنايس يا نارين حبيت البرنامج وإن شاء الله. ألف مبروك على البرنامج الرمضاني حلو حبايبي قلبي ما تنسوا تحطوا لايك تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس معكم أخوكم محمد الأسطورة لا شيء محال تشاو